صباح النور عليكم البنات، لاباس عليكم؟ هانيه كلشي بخير. شوف باش كنصبح عليكم وقال لكم صباح الخير، صباح عليكم جادو. المهم دابا الله ناض، درت ليه الدوش يعني تيفيق لينا بكري. فطر الصباح فطرو بابا مع جوية 8:30 هكاك تسعود، فاق فطرو بابا علينا نتا. انا دابا دوشت ليه باش يتسرح شويه، عرفتو راه سخن الحال، حنا في مراكش سخون الحال. يدوش يلعب شويه في الماء عليه، من بعد لبس حويجاتو وعلي نفطرو تاني فطور اخر. دو زاد قنيوان بصحة ولاحة بصحة ولاحة بصحة ولاحة دوش لبس حويجات جلو بصحة ولاحة ولو انا درت لها دوش ديالي لبس حويجات علي نفطرو يلا ولو باي باي. صافي كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما دوشت ليه لبست حويجاتو صافي جيت نفطر. فطرو الثاني اصلا فطرو الاول شرب زليفه تاع الحريره تاع الشوفان وكان خبيز فيه الفرماج يعني. من بعد دابا الفطور الثاني دابا هذا جويل 10:30 ولا 11. مروه ما وصلتش ليها حيت بغيت نوصل ليها في الليل، هي الصابون بالجو بغيت نحك ليها. جاد عرفتو هي الدوش، درت ليه صبابينه ودرت ليه شامبوان ديالو كلشي جونسون. صافي جيت هنا بالنسبه اشنو حاطه لهم، درت ليه التمر عزيز عليه التمر والحليب. وبالنسبه للبسكويت اللي كنصاوب لهم في الدار اللي كنت شاركته معكم، هاد المره درتو بالشوكولات صافي. وتيشربوا الحليب يعني جد مولفه التمر والزبيب وداكشي، كندير ليه ديك السويبره ديالو اللي ديما كتشوفوها كنحطها ليه قدامه. ولفتو يعتمد على راسو، ولفتو يعوق ياكل بوحديتو واخا تيرول ليا كندير ليه بافوا قلنا يا خير وان واخا يعمر واخا نعاود تاني ندوش ليه تدويشه اخرى ماشي مشكل، ولكن كنولفو انه يعتمد على راسو حيت شنو تشوفي شحال من واحد باقي كبير وكيوكلوه وباقي كبير وتعلمو انه يبقاو ياكلوه. لا يعني تمروه تتاكل راسها، جات هو مصغرو ولفتو بوحدو يعني واخا تيرون واخا يخمج واخا ما عرفتش، ولكن تياكل كونتيتي كثيره حيتاش الدري فاش كيتخلي يعتمد على راسو كيكون تياكل اكثر من داكشي اللي غادي تاكليه. يعني فاش تنحط ليه لا لي بات لا بطاطا لا اي حاجه كيبقى تياكل فيها بواحد كميه، تيكون فرحان انه تياكل بوحدو انه معتمد على راسو واخا تيخمج واخا تيرول ليا واخا شعرو تيلصق فيه بطاطا، ولكن كان يا تدوشي ليه يا ديري شي فويطه وتغسلي ليه كلشي. هذه هي الطريقه الوحيده باش تعلمي ولدك اما ياكل مزيان ولا باش يعوق ياكل ليك مزيان وباش يعتمد على راسو، هي تخليه بوحدو يرول. الله ساليت باش نهضر معكم فاصل. لاباس عليكم؟ هانيه كلشي بخير اموركم؟ الله ساليت مع الدراري، الله ساليت مع الفطور. انتم كيف ما كتشوفوا باقي كيفطروا. المهم هذا الفطور الثاني راه الله ينجيك الله اشنو الله ينجينا من نجيكم، راه كاينو ضليه بكري راه ما كان كي قلت لكم ما كان نعس حتى نصلي الفجر الله يتقبل. وكان طربعة الصباح اشنو طربعة ونص الصباح اللي كان نعس واش نعم برافو جد. شتو البنات كيف ما شتو راه معلمة هي يعتمد على راسو كياكل هاد التميرة، كنحيد ليه كنحيد ليه العلف ديالها وكيبقى ياكل فيها عزيز عليه التمر والحليب يبقى ياكل فيه. المهم هذا الفطور الثاني فطار، هو الفطور الاول راه تيفيق بكري قلت لكم بتسعود كيفيق، وانا ما كنعس حتى 4:30 ما كاين وراه ما عرفتي الدنيا كي تليل عليه كنسيق وتليل عليه حتى نكملوا السحور وكنكملوا كنجفف ياك، وتتصبح الدنيا ما عرفتش تصبح حالتها حاله. المهم تجلج عرفتو تاع لي زابارتومون تيكون حالته. مروه كاع ما هضرتي معاها. سلام شفتكم بزاف بزاف. واحد المتتبعه قالت لي داك الشعير تاع بنتك ديك القصه كتحمق، قلت لها انا اللي قصيتو لها. ولا تجمع ولا تجفينجا تجي شفينجا طوال. المهم والقرايه هي مع القرايه حتى هي القرايه حتى تيجي بابا ما كنقراش مع انايا حتى تيجي بابا من الخدمه حيتاش كي انبريمي لها داكشي اللي كتصاوب ياك. المهم البنات ما تديوش على حالتي تي زوينه ما تديوش على حالتي الله العظيم الا سخن الحال نيت ودخل عليا. كنت في اليامات الاولى كنت والله العظيم الا حادقه وشتو اليامات تاع نزل في المجمر وندير هادي مع تمالي هاد اليامات حالتي حاله والله. داكشي علاش خبرت عليكم في الروتينات حيتاش اختكم دات قديمه باش ما كان. يلا خليكم مع الروتين ديالي بلا ما نطول عليكم بغاف. صافي من بعد انايا وجدت لهم غداتهم، درت لهم بيتي دا مسلوقه، درت لهم معاها شويه المايس وشويه الطون والفرماج صافي وخليتهم ياكلوا. هو جات مدابز راسو قاستي ياكل، كيعجبني الحال فاش نشوفوها كتاكل راسو تيدبز دا هو مع الماكله
ومروه هي هي المروه ما تتبيع هادي ما تتبيع هادي، المهم داكشي اللي بغات هي درتو ليها وهي تتغداو. البنات انا رجعت معكم دابا كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما وكلتهم غديتهم دوشت ليهم صافي سديت عليهم في البيت، سديت عليهم هنا في البيت تاع مروه هنا صافي سديت عليهم. مروه كتلعبوا كتلعب انت وخوك؟ اش كديروا؟ صافي كيف ما شفتوا معايا سيقت الدنيا جمعت قبل عجنت هو الاول، هانتوما العجنت العجينة تاع المسمن صافي. غادي ندير خبزة، ما غاديش ندير هذوك الخبيزات الصغيورين، غادي ندير هذوك الخبيزة الكبيرة في الفران. جمعت الصالون جمعت الدنيا جفيت، المهم صبنت هادو ما طلعتهمش للسطح، انسان راجل يجي يطلعهم باقيين، المهم ما طلعتهم صافي. جمعت الدار كلها المهم سيقت وجيت لهنايا باش نوجد الحشوه باش غادي نعمرهم. المهم قطعت هنا فليفلات من الاولين، غندير البصله في المقله. المهم ها نتوما معايا كي درتو نتوما مع الشهيوات صافي. انا وليت الكور وطلعت العور صافي مشاو الشهيوات. لا عندك كل نهار رزقو ما خشي من الشهيوات، ولكن كل نهار رزقو كل نهار شتنجي. نقي البصله صافي. غادي ندير الحريره، بالنسبه للحريره قال لي راجلي تيري حريره السمينه، قال لي بارك علي من الحريره الحامضه. قررت البصيله ديالي شلطتها، زدت عليها شويه الملح وشويه البزار ورديتها فوق البوطه، زدت عليها الكفته قطعتها طريفات صغيورين. من بعد درت العطريه، درت الخرقوم مسكين الجبير القزبر والمعدنوس شويه المليحه وبزيره زويته بلديه شويه الكمون، لا بغيتي ديري التحميره ديرها، المهم انا ما كنديرهاش صافي. هادشي اللي درت في القوام، بالنسبه للثوم حتى هي ما درتهاش صافي. وكنضيف الفليفلات الملونين، هما اللي كينسمو كيعجبوني. قولوا لي واش نتوما كيعجبكم هاد الفليفلات؟ كيعجبوني انا في اي عمارات المسمن وداكشي كيعجبوني هاد الفليفلات يكونوا صافي. ما كنضيف لا ما لا والو صافي. من بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا مزيان، طابوا لينا ديك الفليفلات والكفته، ضفنا لهم الفيرميسيل. من بعد ما سلقتو يعني كبيت عليه الماء طايب وقطعتو وصفيتو، ضفتو ليه وضفت الزيتون الاخضر وحكيت الفرماج والحشوة ديالنا موجودة. البنات الخبيزه اللي درتاني في الفران
درتها باش تشمر صافي، شلت عليها الفوق صافي. وهنا سلقت البيض ديالي. بالنسبه للحريره قلت لكم درتيه تاع السميده ودرت فيها النفع، عرفتي ريحتها عطات شي صافي. هنايا حطيت الماء باش نعمر اتاي صافي. اصلا قرب الاذان يجوي. يلا خليكم معايا البنات نمشي لطبيبتي ونرجع معكم. هنا جيت على غفله لقيت السجاده مخليه. مروه جالسه تبكي وقال لها الطابليت وقالت ايش طاح ما مسوقش، وهي جالسه غضبانه وقالت هو هي وقالت ايش طاح ومخليها هي تبكي. المهم صافي انا جيت على غفله كاش كنت في الكوزينه، فاش جيت لقيتها كالقاست ايش طاح وهي تبكي صافي. البنات هو في الطريق قبلوا عليه كل نهار رزقو كل نهار وليمويان ديالو. المهم هاد الخبيزه كيف ما شفتوا هي تجمرات في الفران وجات رائعه وبنينه وسهله احسن من كل وحده نديرها بوحدها. المهم جاتني هكا سهله دغيا وجدات كيف ما شفتوا، جات عامره بهذيك الحشوه وجات مجمره وزدت عليها الفرماج الاحمر من الفوق صافي. هادشي اللي كتب الله كل نهار رزقو صافي. نفطر ان شاء الله فطوري ونمشي نتفرج سلامات ابو البنات. البنات انا رجعت معكم دابا من بعد ما فطرنا داكشي اللي قسم الله كما شفتوا كل نهار داكشي اللي قسم الله وداكشي اللي كتب الله. مشيت صافي تفرجنا في سلامه ابو البنات سالا ما عرفتش هذاك. المهم حفظنا سلامه ابو البنات ما عرفتش هذاك اللي تيتبعوا والله ما عرفت سميتو. المهم اللي فيه فاطمه خير وداكشي ممكن هذوك جوج تي سالم نط ضربتها واحد تمحيمه هاي عويناتكم انا ومرواتي بالصابون البلدي والله العظيم. عرفتي يا البنات ما كاينش شي حاجه اللي ما توحشتها قد الحمام، وتوحشت الحمام عباد الله تلقوا لي الفراجه بغيت غير الحمام. المهم صافي بحرا خرجت والله قسم الا بحرا خرجت من حكيت الصابون البلدي تلوطر لي عليه راجلي الصباح اللي يجيب لي ماك الصابون البلدي وحكيت لمروه وحكيت وبحرا خرجت صافي باش نمونطي لكم الفيديو وانتوا هذا معاكم ونقول لكم نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي ولا روتين ديالي. ما تنساونيش بلي لايك وانا ساهره معكم. واحسن لحظه عندي دابا بغيت نمشي رد اتاي واحد الدقيقه نحطها حدايا هنا جالسه دابا كيف ما شفتوا جالسه دابا في البيسي جالسه كنمونطي ليكم جالسه كنمونطي في واحد الفيديو. واحسن لحظه عندي هي فاش كاينه نفس الدراري وكاينه نفس كلشي وكيكون هكا السكات وهي بوحديتي بسم الله الرحمن الرحيم انا بوحديتي اللي كاينه. المهم اعز لحظه عندي صافي دابا بغيت نمونطي لكم الفيديو باش غدا ان شاء الله تلقاو وشجعوني البنات. انا ساهره على قبلكم قلت لي بيتو لي غوتي مع وليداتي وداكشي. المهم هاني انا خدامه معكم ما يكون هي خاطركم. ما تنساونيش بلاي لايك واللي اول مره كيشوف لاشين ديالي تابونا وشكرا لكم وكنحماق عليكم بزاف. وشكرا على الكلمات الزوينين ديالكم اللي كتقولوا لي كنحماق عليك حتى انا كنحماق عليكم وحتى انا هنا على قبلكم وكنمونطي على قبلكم باش نحط لكم لي فيديو باش تستمتعوا معايا باش تعيشوا معايا الاجواء اللي كنعيش باش نولي اسره مع بعضينا ياك. يلا ما سخيتش بكم وكنحماق عليكم فيديو جاي ان شاء الله. بسلام. سمع بحال ولدي تيبكي ما تقولوش ليا.